غير الفرق الأساسي اللي هو خلف. سلعة أيا كان نوعها بمبلغ بسيط قد تصبح يوما أداة ضرر على مقتنيها، لكنها عندما تكون وفق المواصفات المعتمدة فإن مستوى الأمان عال لمشتريها. المعرض أرادت منه هيئة حماية المستهلك أن تشرح للزائرين الفروقات بين السلع الأصلية والمغشوشة حتى يكون المستهلك أكثر وعياً قبل الإقدام على الشراء. أساليب الغش التجاري تختلف، وهي كذلك بالتالي تستهدف المستهلكين بشكل عام، وحتى في بعض الأحيان المزودين الذين قد يقعون ضحية هذا الغش التجاري. ولذلك طبعا بعد هذه الفعالية طبعا ستأتي فعاليات أخرى ضمن إطار الحملة العامة التي تتعلق بالغش التجاري. لذلك يعني ستجدون إن شاء الله في مقبل الأيام فعاليات متنوعة تستهدف شرائح مختلفة من المجتمع، والهدف منها إيصال رسالة واضحة يستفيد منها المستهلك. المعرض موقعه في مسقط مول، وجاء ضمن انطلاق قافلة التوعية التي حملت عنوان خلك على الأصلي، وتتضمن عددا من الأركان منها مضبوطات الهيئة وركن لشرح كيفية تمييز السلع المغشوشة من الأصلية، وركن آخر لقطاع المركبات وقطع غيارها وغيرها من الأركان. يقام هذا المعرض في عدة مجمعات تجارية بمحافظة مسقط، ويستمر حتى منتصف شهر مارس المقبل، وهو يتزامن مع حملة مكافحة الغش التجاري خلك على الأصلي. إبراهيم بن سالم الهادي، محافظة مسقط.